وهكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء التواصل يستمر في هذه الانطلاقات المتواصلة شوطا بعد الآخر ينطلق على بركة الله وحفظه شوط من أشواط الخير والمحبة ألا وهو الشوط 19 المخصص للقعدان اللقايا المحليات الأصايل نذهب كي نتابع المراكز الأوائل مع هذه الشعارات ومع هذه الأسماء الحاضرة في هذا الشوط نبدأ إلى المركز الأول على المقدمة والصدارة من تواجد في هذه اللحظات بهذا الوجود مع هذه الأسماء ومع هذه الانطلاقات المتميزة على أرضية ميدان الديد في هذا اليوم نتابع المركز الأول على مقدمة الشوط والصدارة هنا على المركز الأول صايب سالم بن نصيب بن سهيل بن يطمع العامري الذي يقدم هذا الاسم بينما التسلل على الزاوية الأخرى والطرف الآخر في هذا الدخول السريع هناك في هذه اللحظات التقدم بدأ من همام محمد بن سليم بن سعيد الحرسوسي الذي يقدم همام على المركز الثاني بينما في المركز الثالث متابعتنا إلى انطلاقة وحضور الاسم القادم جمشيد مكتوم بن سعيد بن منانة الاكتبي الذي يقدم جمشيد على المركز الثالث المركز الرابع الوضيحي حامد بن عبد الله بن سليم الدرعي بينما في المركز الرابع او الخامس في هذا الانطلاق وصلنا الى خامس الاسماء يتواجد اشتاق سعيد بن مبارك بن عبيد الكحيص الاكتبي الذي يقدم لنا اشتاق في هذا الانطلاق والمركز السادس متابعة الى انطلاقة همام محمد بن سليم بن سعيد الحرسوسي بينما في المركز السابع ياتينا في هذا الانطلاق ملفت بدأ بالحضور في هذه اللحظات احمد بن سالم بوضفيرة العامري والمركز الثامن ها هو المتقدم القادم الشايم محمد بن حمد بن كردوس العامري الذي يقدم الشايم بينما في المركز التاسع ياتينا في هذه اللحظات هنا القادم نهاب احمد بن نصيب بن لويع العامري وعاشر الاسماء هذا هو الحاضر هذا هو القادم بين لسالم بن سعيد بن منانة الاكتبي الذي يدفع باسم بين في هذه المشاركة مع هذا الشوط هكذا هي النتيجة اذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء للعشر المراكز الاولى المسموح المصرح لها بالاذاعه دائما في هذه المنافسات القويه كما نشاهد ونتابع تحديات هذا الشوط عوده من جديد الى المركز الاول لكي نتابع المنافسه حيث تدور رحاها مع المراكز الاولى والمتقدمه من خلال هذه اللحظات من يتقدم هذه الاسماء على المركز الاول على الصدارة الوضيحي حامد بن عبد الله بن سليم الدرعي الذي يدفع بهذا الاسم على المركز الاول بينما في المركز الثاني التقدم في هذه اللحظات من حشيم في هذا الاندفاع وهذا الحضور او هنا القادم نعم القادم هو صايب سالم بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري على المركز الثالث بينما نتابع المركز الرابع ننتقل الى رابع المراكز لنجد الوصول من اشتاق سعيد بن مبارك بن عبيد الكحيص الاكتبي الذي ياتينا بهذا الاداء بن منانه يقدم لنا انطلاقه جمشيد مكتوم سعيد بن منانه الاكتبي على المركز الرابع المركز الخامس الوصول من بين وصل مع شعار المتحدي سالم بن سعيد بن منانه الاكتبي الذي ياتينا باسم بين بن كردوس يقدم لنا انطلاقه الشايم محمد بن حمد بن كردوس العامري في هذا الانطلاق على المركز السادس بينما في المركز السابع الوصول هنا القادم الكاتم وصل هنا بهذه اللحظات محمد بن راشد بن حارب السعدي على المركز السابع المركز الثامن على الزاوية الأخرى شعار الخطير يأتينا بهذه الانطلاقة على ظهر ثمين أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الذي يأتينا بهذا الأداء
المتميز. هذه هي الأسماء، هذه الانطلاق الرائعة لهذه الشعارات المنطلقة. ولكن نعود إلى المركز الأول لنتابع الصدارة. الله 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 يا هذا الأداء، الله يا هذا الانطلاق الممتاز مع المركز الأول، مع التحديات الأولى، مع هذا الأداء الجميل الذي يقدم لنا الوضيحي. الوضيحي هنا يقدم لنا هذا الأداء، وهو يأتينا بهذا الانطلاق الممتاز بشعار حامد بن عبد الله بن سليم الدرعي على المركز الأول. ولكن شوف الأسماء الأخرى، شوف الأسماء القادمة. بين هنا بدأ يبين إلى المركز الثاني بشعار بن منانة، سالم بن سعيد بن منانة الاكتفي هنا بشعار المتحدي. ثالثا يأتينا هناك صايب سالم بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري، والرابع يتقدم الكاتم محمد بن راشد بن حارب السعدي هنا قادمة بهذا الأداء. وأشوف القدوم هنا من شعار الخطير الكيل الأخير. بدينا ندخل إلى أجواء التنافس. أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم لنا انطلاق الثمين، يأتينا بهذا الأداء. ولكن الوضيحي الذي يأتينا على المركز الأول بهذا الأداء الجميل على الصدارة على مقدمة الشوط بهذا الشعار، شعار حامد بن عبد الله بن سليم الدرعي. المركز الثاني الكاتم محمد بن راشد بن حارب السعدي. ثالثا ثمين أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. الرابع يأتينا ويتقدم بين سالم بن سعيد بن ملانة الاكتبي. المركز الخامس المتقدم جمشيد مكتوم بن سعيد بن ملانة. ولكن التحديات إلى أين في هذا الانطلاق؟ بدينا في منطقة الأعلام الأخيرة، التحديات هنا بانطلاقة الكاتم الكاتم الذي يأتينا. السلام إلى الباطنة، إلى السلطنة، أحد أبناء السلطنة يأتينا بهذا الأداء. محمد بن راشد بن حارب السعدي الذي يطلق لنا الكاتم. الكاتم يؤكد هذا الحضور، يؤكد هذا الأداء. سلام السعدي، سلام على هذا الأداء الجميل الذي قدم الكاتم محمد بن راشد بن حارب السعدي. المركز الثاني الوضيحي حامد بن عبد الله بن سليم الدرعي. الثالث ثمين أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز الرابع جمشيد مكتوم بن سعيد بن منانة بن قدير الاكتبي. المركز الخامس يذهب إلى بين سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي. هكذا تابعنا الشوط وتحدياته. إذن منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة، حتى خط النهاية، ولكن الفوز يذهب إلى انطلاقة وحضور المركز الأول بوجود هذا الاسم، بوجود الكاتم محمد بن راشد بن حارب السعدي، حيث حقق هذا الانتصار وأعلن فوزه في لحظات مميزة، لحظات رائعة. هنا يصل إلى خط النهاية ليسجل هذا التوقيت الزمني، 7 دقائق بلا شك، وفوق 7 دقائق 38 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز لمالك الكاتم محمد بن راشد بن حارب السعدي. بينما في المركز الثاني يذهب إلى انطلاقة الوضيحي حامد بن عبد الله بن سليم الدرعي، حيث قطع المسافة في زمن وقدرة 7 دقائق 41 ثانية، 3 من الأجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز. المركز الثالث يذهب بانطلاقة وحضور ثمين أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، حيث حقق المركز الثالث بتوقيت وقدرة 7 دقائق 42 ثانية، جزءا واحدا يتيما من الثانية. المركز الرابع يذهب بانطلاقة وحضور جمشيد مكتوم بن سعيد بن منانة الاكتبي، حيث حظى على المركز الرابع ليسجل هذا التوقيت 7 دقائق 43 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية. أما المركز الخامس فنتابع الدخول في هذه اللحظات على خامس المراكز بهذا الأداء الجميل، 7 دقائق و43 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية. يذهب إلى الرحال علي بن سهيل بن علي، 7 دقائق 43 8 من الأجزاء من الثانية. كان من نصيب الرحال الذي حظى على المركز الخامس بشعار علي بن سهيل بن علي بن عبيد الغفلي. هكذا كانت النتيجة.